بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات اليوم الأول من شهر بشنس. ميلاد العذراء القديسة مريم والدة الإله. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. أعمال مجيدة قد قيلت لأجلك يا مدينة الله، وهو العلي الذي أسسها إلى الأبد لأمنا سكن الفرحين جميعهم فيك. هللويا. الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. وفي هم سائرون دخلا قرية فقبلتهم امرأة اسمها مرثا في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم، وهي التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلاما. وأما مرثا فكانت مرتبكة في قضاء خدم كثيرة، فقامت وقالت: يا رب، أما يعنيك أمري بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. فأجاب يسوع وقال لها: مرثا مرثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، وأما مريم فاختارت لها النصيب الصالح الذي لن ينزع منها إلى الأبد.
إنجيل باكر. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. كمثل ما سمعنا كذلك رأينا في مدينة رب القوات في مدينة إلهنا عظيم هو الرب ومسبح جدا في مدينة إلهنا على جبله المقدس. هل مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج الشر ولكن أقول لكم إن كل كلمة باطلة يقولها الناس سوف يعطون عنها جوابا في يوم الدين لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. حينئذ أجابه قوم من الكتبة والفريسيين قائلين أيها المعلم نريد أن نرى منك آية. أما هو فأجاب وقال لهم الجيل الشرير والفاسق يطلب آية ولن تعطى له آية إلا آية يونان النبي لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال
رجال إنوا سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويديننا لأنهم تابوا بمنادات يونان وهو ذا أفضل من يونان هاهنا ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان هاهنا إذا خرج الروح النجس من الإنسان يمضي إلى أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة فلا يجد حينئذ يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه فمتى جاء يجده فارغا مكنوسا مزينا فيمضي حينئذ ويأخذ معه سبعة أرواح أخرى أشر منه فيأتي ويسكن هناك فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله هكذا يكون لهذا الجيل الشرير وفيما هو يخاطب الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه فقال له واحد من التلاميذ هو ذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك أما هو فأجاب وقال للقائل له من هي أمي ومن هم إخوتي ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها أمي وإخوتي لأن كل من يعمل إرادة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي والمجد لله دائما. البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا آمين. فأما القبة الأولى فكان فيها وصايا الخدمة وقدس مزين، لأن القبة الأولى صنعت وهي التي كانت فيها المنارة والمائدة وخبز التقدمة وتدعى القدس، وبعد الحجاب الثاني القبة التي تدعى قدس الأقداس، وكان فيها مبخرة من ذهب وتابوت العهد المصفح بالذهب من كل جانب، وكان فيه قسط الذهب الذي فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحاء العهد، وفوقه كان كاروبا المجد مظللين موضع الاستغفار. هذه التي ليس لنا أن نتكلم عنها بالتفصيل، فهذه لما تصنع هكذا يدخل الكهنة إلى القبة الأولى في كل حين لإتمام الخدمة، أما القبة الثانية
فيدخلها رئيس الكهنة وحده مرة في كل سنة، وليس بغير دم الذي كان يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب. وهذا يظهره الروح القدس أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دامت القبة الأولى قائمة، التي هي رمز هذا الزمان الحاضر الذي فيه كانوا يرفعون القرابين والذبائح التي لا يمكنها بالنية أن تكمل من يخدم إلا بالمطعم فقط والمشرب وغسلات مختلفة التي هي فرائض جسدية وضعت إلى زمان التكوين. وأما المسيح فهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فللمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول، بل بدمه بنفسه دخل الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبدية. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا، آمين. الكاثوليكون، فصل من الرسالة الثانية من معلمنا القديس يوحنا الرسول بركته علينا آمين. من الشيخ إلى السيدة المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الثابت فينا وسيكون معنا إلى الأبد، تكون النعمة والرحمة والسلام معنا من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك أيتها السيدة، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة، بل التي كانت عندنا من البدء أن نحب بعضنا بعضا، وهذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد جاء إلى العالم مضلون كثيرون الذين لا يعترفون أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح. فانظروا إلى أنفسكم لئلا تفقدوا ما عملتموه، بل تنالوا أجرا تاما. كل من يتعدى ولا يثبت في تعليم المسيح فليس له إله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن. ومن يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يقول له سلام فهو شريك له في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتبه إليكم لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن أراكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحكم كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا، آمين. الكلام الأول أنشأته يا ثأوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي فيه صعد إلى السماء بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين ظهر لهم حيا بعدما تألم بآيات كثيرة، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن ملكوت الله وفيما هو يأكل معهم. أوصاهم أن لا يفارقوا أورشليم بل ينتظروا
موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس، ويكون هذا ليس بعد أيام كثيرة. أما هم لما اجتمعوا كانوا يسألونه قائلين: يا رب، هل في هذا الزمن ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب تحت سلطانه، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما هم يشخصون وهو صاعد إلى السماء، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء عنكم هكذا يأتي كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيلبس وتوما وبارثولوماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة مع نساء ومريم أم يسوع وإخوته. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. إنجيل القداس. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. مزامير يا بينا داود النبي بركته علينا أمين. وله تسجد بنات صور بالهدايا ويتلقون وجهه أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة متزينة بأشكال كثيرة. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما. إلى الأبد.
فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات وحدث لما سمعت إليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها وامتلأت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك فمن أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني تحرك الجنين بابتهاج في بطني فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب فقالت مريم تعظم نفس الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع أمته فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقون صنع عزة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم أنزل الأقوياء عن الكراسي ورفع المتضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما كلم آباءنا إبراهيم ونسله إلى الأباد وأقامت مريم عندها نحو ثلاثة أشهر وعادت إلى بيتها والمجد لله دائم